عمره 90 عاماً، ولد عام 1935 في القدس. جاء إلى جامعة مؤتة بعد قبوله للدراسة في الجامعة بتخصص اللغة العربية. اتصل بي الدكتور مخلد الطراونة فقلت له أنني أريد أن أسابق الزمن وأريد أن أدرس اللغة العربية وأدابها في أقرب وقت. ولما قلت علامة القبول التيسير كانت ابنتي قد جمعت شهادتي ووضعتها على مكتبي، فقال للدكتور أرسل لي شهاداتك، فأرسلتها إليه، وبعد أسبوع وأنا في القدس جاءتني رسالة بقبول الدراسة في الجامعة. أما الصعوبات فهي قصر معرفتي بالكمبيوتر، فإذا وجدت بحثاً وحفظته لا أعرف كيف أجده، ولولا ابني وزميلي الأخ محمد مرافقي الذي يعيد استخراجه لي. العم أحمد وجه رسالة وكلمات للطلاب بأن العمر مجرد رقم، والسعي لطلب العلم يجب ألا يتوقف. دعونا نستمع إلى مقاله. أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي، ولا تنظر إلى الأقرب بل أطلب الأعلى.